أيام معاكم كلاش أيو كيف الحال من ثاني العيد لعشرة شوال مسرحية كوميدية صنعة في السعودية على مسرح الغرفة التجارية بجدة شباب جاهزين وجاهزة العدة والمخرج ممدوح سالم استنى نبدأ فاروق الشعيبي مؤلف النص موعدنا على المسرح 9:30 المنظمون رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي تباع التذاكر لدى فيرجن آيسلاند ملاهي عطلة